إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي ما قيمته 18 جنيها و75 قرشا للشراء و18 جنيها و86 قرشا للبيع. أما بالنسبة لليورو فقد وصلت قيمته إلى 19 جنيه و73 قرش للشراء و19 جنيه و86 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و80 قرشا للشراء و22 جنيه و94 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقارنة بالجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و10 قروش بالنسبة للشراء و5 جنيهات و13 قرشا للبيع. بالنسبة للريال السعودي فقد وصلت قيمته إلى 4 جنيهات و99 قرشا للشراء و5 جنيهات و3 قروش للبيع. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، وفيها انخفضت أسعار الذهب العالمية لتصل إلى 1816 دولارا للأوقية. أما محليا فسجل الذهب عيار 18 ما قيمته 851 جنيه، وبالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 993 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1135 جنيه، وبناء عليه وصل سعر الجنيه الذهب إلى 7944 جنيه.